وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسخر كل إمكانياتها لخدمة مساجد الله والعمل على راحة المصلين في ليالي العشر الأواخر من رمضان. كما تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفقدها للمساجد وأيضا المراكز الرمضانية وسير العمل على راحة المصلين. تتواصل الزيارات التفقدية من قبل المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمراكز الرمضانية والمساجد في مختلف المحافظات للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الفرق المكلفة بالأعمال التي من شأنها خدمة وراحة المصلين. هذا مركز احنا زرناه، هذه يمكن الزيارة الثانية، زرناه في أيام التراويح والآن نزوره في العشر الأواخر، وبحمد الله عز وجل كما تشاهدون الآن يعني الآن المركز ترتيبه طيب واستعداده طيب الحمد لله عز وجل. جميع الفرق التي كلفت بالترتيب والعمل في هذا المسجد في هذا المركز يعني تقوم على يعني على اكمل وجه بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا فخر لي يعني القطاع وفخر للوزاره بشكل عام ان شاء الله. المراكز الرمضانيه المنتشره في مساجد دوله الكويت توفر الاجواء الايمانيه للمصلين وتتميز بالترتيب والتنظيم بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنيه بالدوله. هناك اعمال اداريه داخل المراكز تتمثل في اداره دخول وخروج المصلين بسلامة ويسر من وإلى المركز، إضافة إلى ذلك توفير جميع الخدمات للمسجد من حيث يعني توفير المياه وتوفير بعض المشروبات الخفيفة للمصلين أثناء قيامهم بأداء صلاة القيام. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مو مقصرة من قبل رمضان وبعد رمضان في جميع النواحي، على مصلياتهم، على برامجهم، على الادارات، على الدعم اللي قاعد تدعمه وزاره الاوقاف حق مساجد الكويت باكملها. عرفت؟ ومو مقصرين الاوقاف ويانا والله، مو بالدعم، بالمشايخ، بالاستضافات، بكل شيء طيب، ما مقصرين ويانا بالله. تتضاعف الجهود خلال الليالي العشر الاخيره من رمضان من خلال تهيئه المساجد وخلق الاجواء الرمضانيه فيها. جهود حثيثه تقوم بها وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه لمتابعه سير العمل في مختلف مساجد الكويت خلال الليالي العشر من هذا الشهر الفضيل، والوقوف على مدى الخدمه المقدمه لتوفير كل سبل الراحه للمصلين. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.